كابتن علاء، من الايجابيات ان انت وانت مش في افضل حالاتك تعرف تكسب. ماشي، بس مش كل مره على فكره. مش كل مره تبقى في يعني حالتك مش كويسه وتكسب. فدايما ليه ما بقاش انا احسن حالتي؟ انا اتكلمت معاك من شوطين قلت لك بسرعه كده، الاعداد نفسه المباراه ودخولك المباراه هو اللي مؤثر عليك كل التاثير ده. حتى الشوط الثاني، دخولك الشوط الثاني مش دخول فريق خسران 1-0. بس انت قدرت في ثلث ساعه ترجع للمباراه وتقلب الاوضاع وتجيب كمان جول المكس كويس. بعد كده ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت بعد كده. الاداء ارتباك شويه الاداء يا ايمن، الاداء مش حلو. الاداء انا ببص على النتيجه بقول الحمد لله ماشي الحمد لله، بس انت دايما بتبص، انت بتتفرج على النادي الاهلي، الاداء نفسه. ايوه، في اخطاء كتير جدا في المباراه. يعني الهدف اللي اتلغى اللي اتكلم عليه كابتن شريف، في 1 2 اتعمل في ثلاث لعيبه مضروبين فيه لحد ما الكره راحت لكريم وعدى وكده. فدي اخطاء ما ينفعش تتعمل يا ايمن في مع 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 لعيبه النادي الاهلي، مع فريق بيلعب على بطوله دايما. يعني انت تخيل ان مثلا ضربه الجزاء دي ما جاتش، فانت كنت هتقدر في معاناه لحد اخر وقت، ممكن ترتكب اخطاء اكتر. انت كده الاخطاء بتاع الشوط الثاني دي حتى بعد الهدف الثاني اخطاء كتير جدا، اخطاء في التمرير، اخطاء في التمركز، في الرجوع في نص الملعب. لا النهارده يعني بص، ده ما ينفعش. الراجل عدى من عدت اكرم ساب، الراجل مشي. بس انا ليا تعليق هنا ما لحقتش اتكلم فيه. خروج الشناوي، انا حاسس ان الشناوي خارج ان الكوره دي اوف سايد فبيأدي واجب. لكن الشناوي بص، يعني ده مش خروج حارس، يعني مش الشناوي. اللي هو التعامل معاها مش كوره انفراد صريح، فانا هطلع. ممكن تجيب لي الكوره دي من بدايتها بعد اذنك؟ نجيب الكوره من بدايتها، الكوره الطويله لما اتلعبت لو ممكن يعني. ايوه هات، واضحه قوي. انا عايزها بس من الاول هنا خالص. من هنا هنا احمد ايمن، بص هنا، بص يا ايمن. ايوه كابتن، هنا بص. ايوه من اول هنا. اولا ماشي. الوقفه كلها غلط. ليه اكرم بعيد كده؟ ليه اكرم ضامن قوي كده؟ لازم اكرم مع الراجل ده، ده الاخطر، اللي مفيش حد زياده. أيوة. يعني في واحد هناك زياده خالص تقريبا ياسر، مش هتوصل له. ومش يعني، لا انا بقول لك ان انت مطمن انك في زياده في الاربعه اللي ورا. الطبيعي ان اكرم زي السهم كده بيعمل، طبعا لازم يبقى ما مش حتى مش يروح للراجل، لا ده يخش لجوه بميل شويه على الراجل اللي بره. لو اتلعبت بالموقف ده هو كان قطعها. نكملها طيب، نكملها. طبعا اولا الضغط بعيد قوي، كمان ضغط من الاول على احمد ايمن بعيد قوي. كويس اتلعبت. انا حاسس ان بص التعامل مش هو بتاع الشناوي. هو في حاجه بس علاء، الشناوي كان رايح على اساس انه اوفسايد. انا حاسس والله ايمن الباص هنا موقف لي الصوره كويس، ولسه الكره في رجل اللعيب الثاني وخدها خطوتين. وبعدين عمل السروبة هنا كده. بص ايوه بص يا كابتن شريف، هو اولا يعني البدايه خالص على الكوره عند احمد ايمن الضغط وحش قوي. ايوه متاخرين كلنا، كله متاخر. التعامل مع الكوره تحس ان الشناوي طالع ان هي اوف سايد، فالكوره ما اتلعبتش من فوق الشناوي يا كابتن شريف، ده من جنب ايده. يعني اصل الشناوي معروف ما بيخرج مظبوط، بيخرج. بص هي من جنب ايده مش من فوق ايده خالص. يعني ايوه بص هنا ايه، هنا تمركز اكرم وحش، حتى وقفته دي وحشه. بص يا كابتن شريف الخطوه وبعدين رجع. بص يعني ما مش عارف التعامل فيها مش جامد قوي. لكن انا بتكلم بعد الهدف الثاني كمان الاخطاء كتير قوي. بص ده كله اخطاء وتسرع ومفيش هدوء. لازم كان يبقى فيه هدوء شويه حتى الشوط الثاني. لازم تبدا الشوط الثاني انت عايز تتعادل، روح وحماس وكده بس بهدوء. ده جاي منك انت عايز تحافظ على المكسب. انت ماشي عايز تحافظ على المكسب، يبقى تحتفظ بالكوره. لانك انت كنت الكوره بتضيع منك بسرعه. طول ما انت الكوره بتضيع منك بسرعه انت في حاله دفاع، وانت كمان وقفتك في الملعب على مدار المباراه مش صح يا ايمن. في اخطاء كتير جدا، نص الملعب دايما هم واخدين منك، دايما في زياده، دايما انت رايح متاخر، رايح خطوه متاخره. يعني كان اسامه قال كلمه بين الشوطين ان سافيو لما بيستنى لقدام بيفضي غصب عنك واحد في النص. وما ينفعش ديانج وعمرو السوليه يقفلوا على كم اللعيبه اللي في نص الملعب اللي حطوهم محمد يوسف. فكان لازم يبقى سافيو يبدا من تحت ويبقى هو رقم يعني الهمزه الوسط الحته الهجوميه. لكن اصل ما انا مره شرحتها بسرعه كده، الفرق بين سافيو ومحمد مجدي. محمد مجدي دايما بيلعب بوشه، صافيو بيلعب دايما بظهره، وده اللي مش هينفعك انت، مش هيفيدك بحاجه. لكن الشوط الثاني
يعني بص كده بص ايمن حتى واحد هو اللي راح له كوره واثنين واقفين لوحدهم وكل اللي مع ان الزياده العدديه هنا بالنسبه لمدافعي النادي الاهلي كانت يعني اكتر من بص لكن بص دي وقفه كمان غريبه جدا يعني ازاي لعيب يتساب كده لوحده وبص احنا كام واحد واحد اثنين حلو قوي واحد بص والكره راحت له هو يعني بص فهي حتى واقفه زحمه بس انت مش يعني انت مش ماسك مش مراقب صح ايوه التوقيت الهدف ده ممتاز ان هو الهدف ده واحد واحد 51 بالظبط تبدا تخش المباراه ثاني لكن انا عايز اقوله بس مش عايز اطول في الكلام ان مباراه النهارده الحمد لله 3 نقاط مهمين جدا لازم الاخطاء اللي حصلت النهارده كتير على فكره لازم تتعالج لان انت دايما بتحب ان يعني دايما بتشوف انك يعني اخطائك بتقل قوي وكل ما زادك بتزيد صحيح. الفريق طلع الجيش لعبك باحترام كويس قوي ولعب لقد امكانياته وكان بصراحه كان مقلق طول المباراه صحيح. لكن مبروك 3 نقاط فعلا كانوا مهمين جدا النهارده.